أهلا وسهلا بالموت، وأهلا وسهلا يا أبو الدليفري. فأنا لست خائفة. بهذه الكلمات الجريئة خرجت الشاعرة العراقية شهد الشمري عن صمتها، وردت على كل من يتمنى لها وللمشاهير التصفية والموت. نعم، فيديوهات كثيرة نشرتها الشمري عبر صفحاتها الرسمية في السوشيال ميديا تتحدث فيها بمنطلق الصراحة وبامتعاض، وتوجه رسائل مباشرة إلى بعض جمهورها ومنتقديها وأصحاب بعض البيجات بسبب ذكر اسمها وإدراجه بقائمة ضمت بعض الفاشينيستات والبلوغريات والإعلاميات ممن يعتبرونهن خطرا على المجتمع العراقي، ويتمنون أن يلقين المصير ذاته الذي آلت إليه المغدورة أم فهد. ايضا بعض ضعفاء النفوس اشوف يعني منا ومنا طراطيش وتعليقات، يعني يوم الالج شو وقت يجي دورج يجي ابو الدليفري، هو وحده اللي ركبها هو ياخذها. لطالما الانسان ما عنده شيء واثق من نفسه، ما عنده عداء ويا احد، ما حد مطلوب له، ما حد يدين له بشيء، فهو حر. احنا احرار، اني انسانه حره اطلع واتمشى وما ادير بال عسى ما شنو ما يصير. لطالما أنا واثقة من نفسي، فأهلا بالموت وأهلا بالدليفريات، وبس اللي يركبها يقدر ياخذها. وداعت عيونكم، الإنسان ما عنده شيء ما يخاف، فأني ما خايفة قيد شعرة، لكن خايفة من هاي أمراضكم النفسية. شهد وعلى زينة وعلى همسة وعلى فلانة وعلى أنا، يعني اللي جو ببالي ذكرتهم، شلون تدعي على ناس عندهم عوائل عندهم أطفال؟ يعني مو معقولة، مو معقولة المرض النفسي اللي واصلي له والعقد مدى أتفهمها. أتفهم كل شيء، أتفهم أحياناً تقارنون حياتكم بغيركم، أتفهم، بس أنكم توصل مرحلة تدعون بالموت أو تحريض على العنف والموت، لا، هاي أنتوا والإرهاب سوا. إحنا العد ليش طلعنا داعش من العراق؟ أنتوا حالكم حال داعش، ما يفرق أي شيء، أنتوا دواعش حقيقة، والله العظيم صدقا ما تفرقون عن الدواعش. يا مرحلة وصلنا، غابة غابة، إحنا معقولة وصلنا لهذا المرحلة؟ إحنا وحوش، حتى الحيوانات عندها رحمة أكثر، والله العظيم. ولك الكلمة، أنت تعرف شنو أثر الكلمة على الإنسان؟ وأشعر بالشفقة على هيك نفسيات مريضة ودنيئة وداخل معفن، داخلهم فد معفن، بحيث يوصل بيه مرحلة يكتب المرأة الزوجة وعدها أطفال وعدها أم وعدها زوج، شو وقت يجيك السرة؟ شو وقت يجيك أبو الدليفري؟ ولك أهلا وسهلا بالموت، بس اللي يركبها هو يقدر ياخذها، ما عندنا مشكلة. أنا عن نفسي أنا إنسانة حرة، لطالما ما عندي شي خايفة منه، ما عندي أحد يطلبني، ما عندي عداء شخصي ويا أحد، واثقة من نفسي، واثق الخطوة يمشي ملك، فأني ما أخاف قيد شعرة. والموت حق، كنا نموت، إيش قدر واحد يريد يعيش؟ كنا متوقعين الموت، فطبيعي الأمر. شلون النفوس ضعيفة توصل بكم مرحلة تدعون على امرأة متزوجة وعدها أطفال؟ فشنو فرقكم عن داعش؟ أنتوا الإرهاب، أنتوا الإرهاب سوا. يبدو أن شهد الشمري تحملت كثيرا بسبب انتقادها وذمها والدعاء عليها باستمرار للتخلص منها، حتى جعلها ترد بهذه الطريقة وتؤكد بأنها ومحتواها محترم ومناسب جدا للعائلة العراقية، فلا أعداء لها ولا مشاكل، وإنها أيضا حرة تفعل ما تشاء، قائلة اللي ما عنده شيء لا يخاف ولا أحد يضره. فكيف تفاعل معها المدونون؟ لنقرأ لكم بعض من ردود الأفعال التي كتبت على منصات التواصل. نبدأ من أبو كرار. يقول أبو كرار في تعليقه: واضح الخوف عليك من تعابير وجهك، اعتزلي وابتعدي عن السوشيال ميديا إذا تريدين تحافظين على نفسك وعائلتك. تشعر به وكأنه الذي كتب التعليق كأنه ساو، الدمية ساو في هذا الفيلم، فيلم الرعب ساو، تشعر أن كاتب التعليق هو ساو. إذا كنتم قد شاهدتم هذا الفيلم، فيلم الرعب ساو، شاهدوه.
هنا تعليق من توتة تقول: صح ما عده محتوى مضر ولا أذية على أحد، واللي دا يقول منين يجيبون فلوس هذا حسد عيشة ما يخصنا، أما اللي ينشر محتوى مسيء وغير لائق فمن حقنا نكره وجوده بالسوشيال ميديا لأن يلوث أفكار المجتمع. تعليق من أم علي تقول: والعباس اليوم قريت اسمك من ضمن القائمة اللي راح تستهدف أنت وزين الدليمي وهمسة وبعد هواي 50 وحدة حاطيهن بالقائمة، ومن يقول أن هذه القائمة صحيحة يا أم علي؟ لماذا تصدقون كل شيء ينشر على منصات التواصل؟ تعليق من جبار لؤي: شهد الشمري محترمة نفسها ولا مرة ذكرت شخصيات وهددت أحد، فعوفوا الناس بحالها ولا تتمنون الموت لغيركم، شنو هالنفسيات اللي عليكم؟ الله اللي خالقنا هو بس اللي يقبض روحنا مو البشر. تعليق آخر من الموعود أمل يقول: حقك والله، بس لو باقي مثل بدايتك كإعلامية وشاعرة محتفظة بحياتك الخاصة وتعوفين شغلة الإعلانات كنت بقيتي لامعة، بس طمع وشهرة خربتي كل شيء. تعليق من ميدو الجبوري يقول: عزيزتي غيرة 90% يتمنون عيشتك بس نفاق وتستر بالدين، بس هذا ما يمنع من الحذر، انت الموضوع كله يمك، انت وسحر وهمسة هاي من الأخير.